طيب ايه في السادسه دلوقتي؟ لقاء الحقيقه وتصريحات خاصه جدا للسادسه مع التشيكي ميروسلاف سكوب، طبعا كان بيتولى قبل كده المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، اتكلم يعني معانا طبعا عن الفتره اللي كان موجود فيها والشغل اللي اشتغله مع منتخبنا الاولمبي في مصر، اتكلم على محمد صلاح، اتكلم على وجهه نظره ورؤيته في كاس العالم والمنتخبات اللي بيرشحها للفوز باللقب. وبالمناسبه هو من قريب، يمكن الاسبوع اللي فات وتحديدا يوم الاثنين اللي فات، كان موجود هنا في القاهره وبيحضر لمعسكر لمنتخب اليمن الاولمبي اللي هيتولى مسؤوليته في القريب. بشكر دكتور احمد جاد طبعا الان بترجمه تصريحات ميروسلاف سكوب، وبشكر طبعا زميلي احمد شهاب اللي نجح في التواصل معاه ويعني قدم لنا الحوار اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. أنا ميروسلاف سكوب، المدرب السابق للمنتخب المصري في 2009، ودربت المنتخب لخوض بطولة كأس العالم، والكل يعرفني بكابتن سكوب. في البداية أود أن أرحب بمشاهدي قناة الأهلي وجميع مشجعي كرة القدم. وردا على سؤالي عن تجربتي كمدرب للمنتخب الأولمبي وأبرز المواقف التي لن أنساها، يجب أن أقول أنني عشت أجمل عام ونصف في حياتي في مصر، وأحب كثيرا أن أتذكر هذه الأيام واللاعبين والمشجعين وزملائي وأيضا الحياة في القاهرة. بالنسبة لي كانت المباريات المؤهلة لكأس العالم أجمل ذكرياتي، وأتذكر المباريات التي كانت في استاد برج العرب بالإسكندرية واستاد القاهرة، حيث كان يشاهد المباريات أكثر من 70,000 متفرج، فلم ألعب منذ تلك الفترة أمام حشد هائل من المتفرجين مثلما كان يحدث في استاد القاهرة. أيضا لا أستطيع نسيان ازدحام المواصلات الدائم في القاهرة والذي بقي في ذاكرتي لفترة طويلة، وأنا دائما عندما أتحدث مع الناس عن مصر فإنني أتذكر صفوف السيارات الطويلة في الشوارع. وبالطبع لا أنسى أنني خلال العام ونصف قمت بزيارة معظم الآثار المصرية بداية من الأهرامات وحتى أسوان، وكذلك استمتعت بالرحلات النيلية وشاهدت وادي الملوك والملكات والعديد من الآثار العظيمة الأخرى. وعن سؤالي حول رأيي في الموهبة الكروية محمد صلاح، يجب أن أقول إن ليفربول بدأ يلعب بمهارة عالية منذ وصول المدرب كلوب من دورتموند، وأن مصطلح تغيير اللعبة ظهر بقدومه إلى النادي. وعندما قدم صلاح إلى ليفربول اكتشف كلوب فيه المهارات العالية التي يتمتع بها. يمكن أن أصف صلاح بأنه ميسي المصري، فهو لاعب ذكي جدا وسريع ويتحكم في الكرة بمهارة عالية، ولديه القدرة على تسديد الأهداف من كل موقع في الملعب، ويستطيع أيضا صنع الأهداف. ودائما كان صلاح وراء النتائج الجيدة التي كان يحرزها ليفربول في المباريات، وساعد صلاح أيضا في تقدم مستوى النادي في الدوري الإنجليزي والأوروبي. وتفسيرا لعدم اهتمام الأندية التشيكية بضم محترفين مصريين، فإن ذلك قد يكون نتيجة عدة عوامل، أهمها أن اللاعبين المصريين المتميزين لهم قيمة عالية في مصر ولهم مكانتهم الخاصة، أو أنهم قد يحصلون على عروض من أندية أخرى غير تشيكية، وبسبب مكانتهم الخاصة فالأندية التشيكية الكبيرة مثل سافيا ويلزن وسبارتا ليس بمقدرتها أن تقدم عروضا أفضل من الأندية المصرية. من المحتمل أن بعض اللاعبين في عمر 22 و 23 يكون لديهم اهتمام بالانضمام إلى الدوري التشيكي لكي يظهروا في المباريات الأوروبية، ولكن سبب من أسباب مخاوف الأندية التشيكية من ضم المصريين هو حاجز اللغة، حيث إن اللاعبين المصريين لن يكون بمقدرتهم إجادة اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والألمانية، لأن المدربين التشيك يجيدون هذه اللغات ولكن لا أحد منهم يجيد العربية. ليس لدي معرفة بأسباب أخرى، لكن اللاعبين المصريين مدربون جيدا وعلى مستوى كفاءة عالي، ولديهم المقدرة على اللعب المتواصل طوال 90 دقيقة. وعن أفضل اللاعبين في المنتخب فمن الصعب الإجابة على هذا السؤال، لأنني خضت مع الفريق مباريات كثيرة واللاعبون كانوا على مستوى عالي من الكفاءة، وأنا لم أدرب أبدا منتخبا بلياقة بدنية عالية ومدرب جيدا مثل المنتخب المصري. على العكس، كان هناك لاعبون لديهم مستقبل مشرف مثل أحمد حجازي الذي كان في تلك الفترة شابا صغيرا، لكنه أظهر مهارة عالية ورشحته للانضمام إلى الفريق الذي سيشارك في كأس العالم. وأيضا صلاح سليمان وإسلام رمضان وعرفات وشكري وطلال، فهم لاعبون متميزون.
وعندما أفكر في أننا لماذا لم نتأهل في كأس العالم إلى دور نصف النهائي أو النهائي، وهذا ما كان يتوقعه المشاهد، أقول إن كوستاريكا التي خسرنا أمامها خسرت هي أيضا أمام البرازيل 1-0 بعد أن تأهلت إلى دور نصف النهائي، لذلك علينا ألا نشعر بالحرج من تلك الهزيمة. بخلاف اللاعبين لا أستطيع أيضا أن أنسى زملائي في الملعب الذين ساعدوني كثيرا، ومنهم مدرب حراس المرمى فكري صلاح صاحب الخبرة الطويلة، الذي كان يدرب علي لطفي صاحب اللياقة العالية، وأيضا محمد سيفي أحد مساعديني الذي ظل صديقا لي حتى اليوم، والذي كان يعرف جيل اللاعبين الشباب جيدا وكان دائما يقدم لي نصائح. أما عن تجربتي مع المنتخب المصري الأولمبي والعودة مجددا إلى مصر، فلقد لعبنا خلال العام ونصف عدة مباريات في كوريا وفرنسا. أود أن أشير إلى أن مستوى المنتخب تطور كثيرا خلال تدريبه للتأهل لكأس العالم، وفي بطولة تولون في فرنسا لعبنا مع الفرق الكبرى ذات الخبرة مثل الأرجنتين وهولندا. كان فريقنا تحت سن 20 وكانت فرقهم تحت سن 21، وعلى الرغم من ذلك خسرنا أمام الأرجنتين 3-2 فقط، وتعادلنا مع هولندا 1-1. لذا علي أن أقول إن المنتخب المصري لم يحبطني أبدا، ولكن أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم التأهل لنهائي كأس العالم هو أننا لعبنا على أرضنا، فعندما عدنا إلى الفندق بعد خسارتنا أمام إيطاليا تلقى الفريق اتصالات كثيرة من الصحافة والتلفزيون لإجراء مقابلات مع اللاعبين، مما أثر سلبيا عليهم وشتت تركيزهم، وبالأخص عندما اعتقد الجميع أن كوستاريكا فرقة ضعيفة وأن الطريق إلى نصف النهائي سهل. لكن مسؤولية الكبرى تقع على المدرب، فهو المسؤول الأول عن نتائج الفريق، وهذا يؤسفني بالطبع. مسلم سي على جه ندعم فلكو شانسي تيموم عربسكي ملوفيتيم تيموم. بالنسبة لسؤال عن المنتخبات التي أرشحها للمنافسة على لقب البطولة، فهذا السؤال ليس بسهل، لأن مستوى كرة القدم الدولية متساو جدا، فلم تعد البطولة بين أقوى الفرق على الساحة الرياضية كما كان الأمر مع البرازيل أو الأرجنتين. ولكن كما نرى نتائج بطولات العالم في الفترة الأخيرة، فهناك دول مثل كرواتيا وبلجيكا لم يكونوا من قبل بهذا التألق، فقد أظهروا في السنوات الأخيرة مهارات عالية، وبالأخص في كأس العالم الأخير حيث تأهلت كرواتيا للنهائي وحصلت بلجيكا على المركز الثالث. بالطبع لا أريد أن أنسى المنتخبات التي حافظت على التأهل إلى دور نصف النهائي في السنوات الأخيرة مثل ألمانيا وفرنسا التي فازت بالبطولة المرة الأخيرة، وكانت هناك فرق أوشكت على التأهل لدور نصف النهائي مثل إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل. وأنا دائما أؤمن بأن في كل بطولة ستكون هناك مفاجأة. في رأيي أن المنتخب القطري لديه فرصة كبيرة في مجموعته لأنها ليست قوية باستثناء المنتخب الهولندي، وأعتقد أن المنتخبات العربية ليس لديها فرصة كبيرة في هذه البطولة مثل منتخبات السعودية وقطر وإيران، وذلك لأن الكرة الأوروبية والأمريكية دائما متقدمة بخطوة عن منتخبات الخليج العربي. ولكن أتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، وأتمنى للمشجعين بطولة ممتعة، كما أتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق الأهلي والمنتخب المصري على كافة المستويات، وأن يصل إلى أعلى النجاحات. نسيت أن أجيب على سؤال حول عودتي للتدريب مرة أخرى في مصر. أنا مدرب محترف وقمت بتدريب العديد من المنتخبات مثل البحرين والعراق وقطر واليمن ومصر والتشيك، وبالتأكيد لن أرفض أي عرض من مصر. وأعود إلى بداية الحديث أنني في مصر كنت سعيدا جدا وسعدت بالعمل هناك، وعندي من هذه السنوات 2008 و2009 أجمل الذكريات. والآن أودعكم مشاهدي ومشجعي كرة القدم، مع السلامة، وأتمنى لكم كل التوفيق في التجارب الكروية القادمة.